مرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من حي أناسي. كما كتقراو معنا في العنوان، معنا سعد الملقب بحليوة بمنطقة أناسي، شاب مهووس بالدوريجين كما قريتو معنا في العنوان، اللهم بارك. كما كتشوفوا الملابس اليوم، بغى يعطي نصيحة للشباب أن اللي بغى يمشي يشري شي حاجة أوريجينال كيفاش يقلبها. خليكم مع سعد هو يقول لنا كيفاش. السلام عليكم خويا سعد. السلام عليكم خويا، كي داير بخير؟ كيف لاباس الحمد لله، كلشي مزيان. عرفنا براسك. خويا نسعد حليوه، مقيم بالتوسعه الكبرى، انا سي شيندوف. انا سي شيندوف. واخا خويا سعد، قبل مرحبا خويا، نبداو. واش عمرك تقولوا بشي في شي سيرفاي؟ نعم في شي نعم نعم في نعم كاينه واحد عامين دابا، يعني قبل ما قبل ان شاء الله ما انني نبدا نلبس. ومشى معايا الاخ ديالي اللي هو يحيى، تفضل اخويا يحيى. مشينا الاخ ديالي، مشينا انا وخويا يحيى، بغينا ناخذ واحد جوج سارفيطاج، واحده ليا وواحده لي. دينا معنا واحد الامانه بزز باش جمعناها، مشينا باش نشري. لا داعي للذكر، بغيتي نذكر نذكر. دينا خويا 60000، 3000 درهم. اش كنتي باغي تاخذ؟ كنا باغيين ناخذ جوج سارفيطاج. دوينا مع الاخ اللي بغى يبيع لينا، كاينه 30000 ريال الوحده. مشينا حنا بنيش اننا نشريو، صافي مشينا كدا. صافي خلينا دوك حنا ما كناش كنعرفو، حنا كنا كنشوفو الدراري ولا الدرب. انت فهمتي، بس مشيتي ديتي 3000 درهم. دينا 3000 درهم، خدا هو سيرفيط، انا خديت سيرفيط. نفس سيرفيط نفس سيرفيط، لا غير هو اللون مبدل، فهمتي. صافي خلينا جينا للدرب، انا لابسين فرحانين، حتى كنكتشفوا ان السيرفيط اللي لابسين مدرح. شكون قال لكم؟ واحد الدري والدرب بدون ذكر الاسم، الله يدير ليه شي تشاوي. فاش اكتشفنا انها مدرحه تصدمنا. شنو درتو ديك الساعه؟ رجعنا عند داك الاخ، لقينا ان المح انه ما كيبيعش محل، انه غير طابله في قريه. دير غير طابله، دار غير طابله. ملي مشيتو عندو ملي مشينا ما لقيناهش، وهذا هو المشكل. خويا يحيى واحد دقيقه، واخا خلينا ناخذو من بعد. قول لي اخويا سعد، دابا قلتي بانك تزرفتي قبل. نعم تزرفت، فلوس مشات لي 60000. واخا دابا لو بغيتي تعطي واحد النصيحه للشباب انه كيفاش يقلبوا. النصيحه اخويا ان انا بعدا هاد كيفاش انني تعلمت نقلب هو الاخ ديالي. الاخ ديالي هو اللي علمني. الاخ ديالي كنت كان ممكن، الاخ ديالي كنت كنشوفو كيلبس ديما بعدا. الاخ ديالي انا بعدا كان هو القدوه ديالي، كنت كنشوفو بعدا كان كيلبس قبل مني. فاش كان كيلبس انا حتى انا بغيت نلبس فحالو، ولا هو كيعلمني كيفاش تقلب. عجبني داك الهيئة، تعلمني كيفاش نقلب الحوايج كذا فحالك. احنا الحمد لله تعلمت انني نفرق بين الاوريجينال والكوبي. قبل ما نمشيو نقلبو شي بياسه. نعم بنت لي كتلبس غير النايك. خويا النايك علاش؟ اولف اولف وصافي. كيما وحدين اولف، ماشي زعما شي حاجه. كاين اللي كيما الناس اللي كيلبسوا اديداس، الناس اللي كيلبسوا الرايبوك. حنا تعجبنا النايك انا والاخ ديالي. واخا خويا سعد عطينا ناخذوا شي، مثلا ناخذوا هذه. نعم اخو يحيى، بغينا نقلبوها. اجي كيفاش نقلبوها اوريجينال؟ انت اخويا انا بعدا نوريك بعدا الاخ ديالي كيفاش وراني. قال لي انفو تشد البياسه في يدك، تشدها في يدك، خاصك تشوف الثوب. يعني الكاليتي ديال الثوب، بعد الكاليتي ديال الثوب راه كتكون فرق كبير. تقدر تفضل يا يحيى توري. خليه والله خير. مرحبا، ماشي مشكل. بعدا قال لي من بعد شوف هنا، شوف تيكيتات. شوف تيكيتات. شوف تيكيتات. شوف تيكيتات. هو قال لي شوف تيكيتات. هاي قال لي بعدا التيكيتات مهمه هذه. كيفاش مهمه زعما؟ شنو؟ قال لي هذه هي اللي كتبين ان البياسه اوريجينال. كيكون فيها شي سكان كبار. لا واخا هكاك، مع ان كاينين شي بياسات فيهم سكان ولكن كوبي. كيكونوا كوبي. كوبي. واخا دابا خدينا الجاكيطه، ناخذوا السروال. دابا خد السروال. السروال انا بعدا وراني قال لي اول حاجه شوف السيور. شوف السيور كما قلت لك في الاول، الثوب. الثوب هو اهم حاجه بعدا، خصك. المهم لك تي مع الاول فراغ غتولي تعرف الثوب. نفس الحاجه راه السروال، نفس حاجه التيكيتات. واش تخوي ماك ولا حاجه؟ اي نفس التيكيتات اللي قلت لك. نفس التيكيتات اللي قلت لك هاي. نفس التيكيتات كتكون. نفس التيكيتات. السيري ديالها. السيري ديالها بكل شيء. بنتي لي حتى الشكاره ديال النار. باش غتقلب شكاره تعرفها انها اوريجينال. ما نكذبش عليك اخويا، الشكاره انا باش عرفتها اوريجينال مشيت لمحل موثوق. محل موثوق نذكر الاسم؟ لا محل موثوق مشيت ليه وخديت من عنده الشكاره. هذا ما كان. شحال خديتيها؟ 300 درهم. ثمن رمزي. ثمن رمزي. ثمن رمزي. 300 درهم. واخا خويا سعد نشوفوا هاد البياسه هذه. دابا هذه شفنا الثوب ديالها بوحدو. هذا الثوب ليس. ليس كيفاش ليس زعما؟ اشرح للناس كثر. انت كاين الثوب المونطوني
واد انا هادشي اخويا باش ما نكذبش عليك، انا هاد الخبره هادي خديتها من عند اخ ديالي قديمه شي علمني. انا في الاول ما كنتش نعرف نفرق لي بين الاوريجينال لي بين الكوبي. مشكور الاخ، مشكور الاخ ديالي، انا كنشكرو بزاف وعلي عليه فضل كبير. يحيى رضوان، يحيى رضوان كنشكرو بزاف. شكرا خويا يحيى رضوان. واخا نكملوا هادي ليس باش نعرف بعد اول حاجه السيوره. السيوره فيهم واحد الخدمه نقيه، شوف واحد الشيء انت شوف السيور، واحد الكاليتي في السيور، وعندك السنسله هذه معروفه، هذه صعيب انك صعيب انك تجيبها فيها كوبي، فهمتي؟ هذه يعني 100% خدمه نقيه. هذا الحوايج راك الكاميرا في حال في حال الحمد لله. والله نمشيو لهاد البيريه خويا. اخويا تفيدك البيريه، كيفاش غتعرفها اوريجينال البيريه؟ جاي اخويا نفس الحاجه، انا تنقول لك شي حاجه كاينه يعني نفس الشكيته. نفس الشكيته واخا خويا واه كيكون فيها السيري، تيكون فيها السيري. وربع مع انني سمعت واحد المعلومه من عند واحد الدري ودر من سميتو، واحد الدري سمي واحد الدري ودر من سميتو عثمان، كان قال لي لا داعي لك اسم اسمع ليا، كان قال لي ان كاينين شي ملابس كوبي خرج فيهم حتى تشيكيتا. فوالا راه هاد الميساج هو اللي بغينا نوصل. ان شي ميساج كوبي خرج فيهم حتى تشيكيتا، واخا كتكون واخا تكون كتكون فيها تشيكيتا هادي. ونفس السيري. وار. نعم ولكن دابا انت وصلت واحد الميساج. نعم تشيكيتا وكوبي. نعم وباش غتعرفها اوريجينال ولا كوبي؟ قلت لك تكون نفس التشيكيتا كما قلت لك قبل، تشوب خاصك تشوف التشوب، تشوب والخدمه. راه انت مع الوقت راه غتولي تعرف تفرق بين الكوبي والاوريجينال. نعم 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 وي خويا. السيوره الله يرضي عليك خويا يحيى. تفضل اجي تفضل اجي وري انت تفضل وري السروال الزرق خويا. مثلا دابا انت ما كيتحيدش كاع. فوالا كيتحيدش. نتمنوا ان الرساله تكون وصلت لكم مشاهدي قناه شوف تيفي، ان في الاوريجينال واش غير في هاد التوب ولا في لا في كاع الحوايج اوريجينال. السير ما كيتحيدش. انت انت نعطيك مثال. انت يعني حتى ما كيتحيدش. جاكيطه شوف جاكيطه شو السروال هات والو 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 خا تجرو ما يتحيدش. والو ما يتحيدش. نمشيو اخويا سعد سبرديلات. مرحبا اخويا. انا نكذبش عليك السبرديلا اخويا اللي انا تعلمت نعرفها هو ان هاد التيكيتا، مع انها خرجات واحد الكوبرا بما تدعى كوبرا ميلانو. ميلانو خرجات كوبي وتزرف فيها الدرياح. يعني خوك الاخ ديالي اخ ديالي يعني واخا اختبرا وتزرف. وكاين عندك عاوتاني واحد الشاوي حاشاكم مشاهدي قناه شوف تيفي، فهمتي؟ واحد الثقبه هنايا وش راه الخياطه راه فينيسيو يعني الكاليتي. نعم اخويا سعد. واخا اخويا سعد. وي خويا رسالتك الاخيره. رسالتي الاخيره اللي كيتزرفوا ولاد الناس اللي كيتزرفوا، وصيه الوصيه اللي عندي نصحهم تمشي لمحال موثوق. يحيى خويا يحيى بحكم انك دوزتي خبره على سعد، شنو النصيحه اللي تبغي توجه للدراري؟ خويا يشريو من محلات تكون ويستعنوا بشي صديق ولا يمشي معاه يكون قديم وكيدوز. خويا عليه الفضل الكبير لي والله. كون خويا شكرا خويا سعد. شكرا خويا يحيى. الله يحفظك خويا. تحياتي ليك. اللهم بارك. خويا سعد راه عنده العداد. هادشي للعلم هادشي غير كتلبسو خويا سعد. لا ماشي كيش البيع ما كنبيعوش. غير كتلبس. الحمد لله. اللهم بارك. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، نلقاكم في بث مباشر اخر جديد. الى اللقاء.